الميكات ديالي الاقتصاديه يعني شفتو قلتها هنا صافي درت هكا ندير هكا باش تجيني ساهله في الفريغو ندير لها بحال هكا فهمتوا الفريغو يجيني بحال هذا الشكل صافي غادي ندخله للفريغو غادي ندخله للفريغو يتجمد شفتو والله الا جا غزال المهم هكا الواحد ينقص عليه شويه نتاع الشغل شفتو الله. السلام عليكم البنات صباح الخير صباح النور كصبحتوا لاباس عليكم مهم انا ديما كنحط لي فيديو في العشيه ولكن هذا الفيديو يعني كيكون التسجيل مختلف مهم هذا الصباح مهم صباح الخير صباح النور سعيده بلقياكم في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يلقاكم على خير وبخير ان شاء الله مهم البنات انا خارجه نقضي واحد الغرض في واحد الاداره شي امور ومهم اللي درتها راكو معايا اكيد دعوا معايا ربي يسهل الامور ويدوز كلشي على خير وبخير ان شاء الله مهم خليكم معايا ما تشوفي هيا حبيباتي المهم خرجت وجيت الحمد لله ما لقيتش هذاك الغرض ما بقاليش بزاف ان شاء الله صافي وفتنا السويقه البنات جبت صوالح مهم وبعد جبت العلاء الدين لانه تبارك الله وصل عندي في الساعه طوال هذوك التونيات نتاع الدار وكلشي ما بقاوش كيجيوه جبت له واحد الزوج وخاص الثمن ديالهم زوين بزاف مهم هذه هي بغيت نوريكم شنو جبت وجبت شي حوايج هكا نرطبهم المهم جبت الحمص واللوبيا اللوبيا في الحقيقه في خاطري مع شي كريئينات ولا شي دواره المهم درت الماشينه درت واحد الطاجين مكسوتي لان شفتوا انا قلت لكم شحال مره من داك النوع الا خرجت وجيت خصني نبقى يعني باللبسه ديالي خصني نكون غنمشي نقضي شي غرض ما نكذبش عليكم كنبغي نكون مزيره صافي تلقت شويه تاع القران لان ما نكذبش عليكم كنبغي نكون نخدم ولا نخمم ولا نجمع كنبغي القران وكنحل الشراجل المهم كتخرج الطاقه السلبيه وربي كيدخلنا الخير المهم معاه المهم غادي نقلب لكم الكاميرا ونوريكم شنو جبت معايا بقاو معايا المهم ما جبتش شي حاجه كثيره المهم عندي المطيشه واش هي شفت هاد المطيشه الصغيره وتشهيتها تعرفوا راني غسلت واحد شويه شحال كليتها تبارك الله المهم جبت هنايا كيلو ورطل صافي جبت هاد الخيز زوينه بزاف جديده شوفوا قطعوا الشكاره شوفوا جديده بزينتها حتى هي جبت جوج كيلو صافي جبت هذا السكر معايا ثاني دا انا كنبغي يكون ديما عندي في الدار شي مرات كنبغي ندير شي كيك ولا ما كنلقاش جبتها البنات هذا الكاغط زوين بزاف تعرفوا كنجيب واحد الماركه كدير كي كنقولها المهم حنا كنقولوا 360 هي 17 درهم شفتوا 17 درهم وهذه ديجا جربتها الكاغط ديالها متين شوفوا انا نوقف الكاميرا باش نجبده ونوريكم ها هو البنات وقفتي الكاميرا نجبد شوفوا زوين حتى هو وكيشرب يعني الماء لمسحتي به شي حاجه هكا ولا اليدين بحالو بحال ديال 17 درهم والله الا بحاله بحال ما كاين حتى شي فرق والو الفرق انه في الثمن وصافي المهم جبت هادو عندي ولكن جبتهم من شفتهم ديجا جربه صافي هادي جبت هادو جبت عندي هنايا جبت له نقلبوا الشكاره مهم جبت الحمص كاين الغليظ الحمص الغليظ وكاين الرقيق انا ما نكذبش عليكم ما كيعجبني هذا الرقيق مهم كاين الثمن الحق هذاك السيد والله الا داير الثمن كاين حداه الا دايرين لهذا كيديروا لها 13 درهم هو داير له 10 دراهم وداك الكبير داير له 14 درهم وكاين اللي حداه داير له 17 درهم حدا بعضياتهم سبحان الله مهم صافي جبت كيلو عدس هاي كل وقت هو نقيه ونحطه صافي وجبت الفول غير نص كيلو وقيلة هو 10 دراهم يعني 5 دراهم والله ما بقيت عاقله صافي وجبت اللوبيا راني غادي نغسلها وغادي نرطبها غادي نرطبها كما قلت لكم في خاطري في شي كرعين ولا الدواره معاه المهم صافي غادي نرطبها صافي وجبت هذه كنور عندي ولكن واخا كنجيب باش ما نحتاجش في نفس الوقت نديروا شويه نتاع الريزيرفا البنات مهم هادشي اللي كاين نوريكم واحد الطاجين نصبته بالمزروب ها هو البنات واحد الطاجين شوف انا مازال ما درتش فيها كسميته مطيشه والقصبر اللي عاد دابا عاد درت الخضار مهم انا كندير عشوائي ما كنقاداش نبقى نبريستيجي عليه واخا كيجي بنين ما نكذبش عليكم الطواجن ما شاء الله كيطلعوا في يدي غزالين مهم هذا الخبز عاود درت قهوه انا وراجلي وكنت سخنته مهم صافي انا خليت الطاجين يطيب ونغسل البنات واحد الكركار نتاع الماء نتاع الفطور ما خرجت ما غسلتهمش وزدت عاد درنا قهوه صافي نولي معكم نكملوا ان شاء الله النهار البنات ما وريتكمش هادو اللي قلت لكم جبتهم لعلاء الدين غادي نديرهم في الماشينه انا ديما كنجيب بحال هكا كنديرهم في الماشينه شوفوا سخان بزاف
جبتهم هادو بسميته مهم بجوج بخمسة وعشرين درهم. جبت جوج بخمسة وعشرين درهم. شوفوا الداخل سخون بزاف لأنات ما شاء الله طوال ما بقاش كي يجيوه. شوفوا طوال. مهم جبت جوج بخمسة وعشرين درهم. غادي تا هما نديرهم في الماشينة يتصبنوا ورخاص رخاص بزاف والله. مهم كملوا معايا النهار، كملوا معايا الفيديو، ما تنساوليش لي لايك. هاي البنات مهم صونات لي الوالده من كنت كنبديت غادي نخلط الحرشه. مهم قالت لي راني جايه وجايبه معها خوتي الصغار. مهم هذه هي درت جوج حرشات وانا عارفه ما انها عزيزه عليها الحرشه طيبيها. شوفوا هذه الزوج درت. مهم وحده راني قديتها يعني فتتها بحال هكا، ودابا راني كنفتت في الثانيه. غادي ندير عليها البنات زيت الزيتون وندير عليها العسل، يعني كتجي حلوه بزاف بزاف، كتجي زوينه زوينه بزاف. صافي هادشي اللي غادي ندير لها، كتجي غزاله غزاله. المهم زيت الزيتون كيصرحها، المهم ديروا زيت الزيتون، ديروا الزبده، ديروا اللي بغيتو. وشوف الوالده ديالي جايه دايره دايره هاد الاغنيه رائعه رائعه. المهم يعني نتموسق. المهم نقادها بحال هكا تنقادها، ولكن المذاق شفتوا البنات صافي حاميه. علاش كنستعمل هذا المذاق؟ كيجي رائع. الله اكبر على الحق المغربه يبدل. هيا البنات الحرشه ديالنا قديت. هيا البنات المهم درت فيها ربع كاس نتاع زيت الزيتون، وما درتش العسل، درت سنيده باش تجيني هكا شفتوا كتجينا كترمل في الفم ديالنا وجايه غزاله جايه حلوه. المهم درت المقراج. غادي ندير اتاي لان ما بقى لها والو وتوصل صونيط هاي. دابا هيا هنا في الباب. المهم شربوا اتاي ونولي معاكم. والله الا طريقه زوينه هذه، ماشي كل مره ناكلوا حرشه نديروا فوقها الزبده وكذا وكذا. طريقه والله الا غزاله غزاله بزاف. نقول لكم البنات صباح الخير صباح النور، لان شفتوا البارح ما سجلت حتى شي حاجه لان عييت ما شكيت عليكم وجعتني واحد الرجل حمقاتني. المهم شوفوا هو الحمص رطاب والله الا تنفخ ولا كبير بزاف. شوفوا علاش الواحد ما يحكمش كي قالوا على الحاجه بلا ما يجربها، لحقاش انا ديجا مجرباها. كي كنقولوا ما تحكموش على الغلاف الكتاب حتى تقراوا الكتاب، فهمتوا؟ البارح ما كنت كناخذ وما قلتها لكمش، واحد السيده قالت لي قالت لي زعما راه رقيق وماشي زوين. قلت لها لا انا مجربه بحال هاد النوعيه ما يكونش مسوس راه زوين. لا لا قالت لك هذا كبير. المهم علاش ديما الحاجه ما تحقروهاش؟ المهم غزاله زال الله الا طلع. وهي اللوبيا. المهم شوفوا كي درت لها، شوفوا في هاد الميكات ديالي الاقتصاديه شفتوا قلتها هنا صافي درت هكا ندير هكا باش تجيني ساهله في الفريكو. ندير لها بحال هكا فهمتوا الفريكو يجيني بحال هاد الشكل. صافي غادي ندخله للفريكو، غادي ندخله للفريكو يتجمد. شفتوا والله الا جا غزال. المهم هكا الواحد ينقص عليه شويه نتاع الشغل شفتوا والله الا مليح مليح بزاف بزاف بزاف. مهم نقول لكم البنات هذا الفيديو خفيف ظريف، نقول لكم نخليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. وكما العاده عمركم ما تحكموا على شي حاجه بلا ما تعرفوها ولا بلا ما تجربوها كي كانت كي هذا كاشخاص. حتى تعاشروا الحاجه تتعاشروا الاشخاص عاد تحكموا عليهم، وحتى تشوفوا تجربوا الحاجه عاد تحكموا عليها، ما تحكموش بدون ما تكونوا عارفين الحقائق ديالها هذه اكيد. مهم نقول لكم مع السلامه حتى الفيديو جديد.